كشف مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية أن قانون المرور ستجرى عليه بعض التعديلات التي تخدم السلامة المرورية بما فيها اشتراطات رخص القيادة، كما سيتم التركيز على مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. شركة النفط العمانية تتبرع ب15,000 ريال عماني لفرع الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين في جنوب الباطنة لتوفير كافة المتطلبات الطبية لما يزيد عن 120 فردا من كبار السن. افتتحت اليوم بميناء الصيد البحري في ولاية صور اللوحة الجدارية، والتي شارك في رسمها أكثر من 20 فنانا بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. اشتكى أهالي منطقة المحج بولاية العامرات من ظاهرة جريان المياه مجهولة المصدر أمام المنازل والمدارس وفي الطرقات، ويدعون الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.